تمام. ايه رايك في دعوات خلع الحجاب اخر الشهر ده؟ ده طبعا حاجه مش كويسه ما لهاش اي علاقه بالحريه خالص. شايفاها غلط يعني؟ اكيد غلط ان هي تقلع الحجاب لمجرد ان هي شايفاها ان هي فكره حريه. طب وايه رايك في البنات اللي هم في الفتره ديت المحجبين وبيقلعوا الحجاب؟ ده طبعا يعني ايه الفكره في كده اهوت انها تقلع الحجاب يعني هي تخلف عن الدين بتاعها. شكرا. دعوات خلع الحجاب؟ مظاهرة حاشدة في ميدان التحرير آخر الشهر تدعو لخلع الحجاب. دي قلة أدب بصراحة. يعني أنت مش شايفاه؟ لا مش حرية. ولا شايفاه قضاء على دعوة إلى الفساد. دي تبع الحرية ولا مالهاش دعوة بالحرية؟ مالهاش دعوة بالحرية. طب أنت رأيك فيها؟ إحنا مسلمين لازم نلبس الحجاب، محدش فيه دعوة، بقى كل واحد ورأيه. ده شرط. بس اللي عنده كلمة كويسة يقولها، اللي مش عنده خلاص. واللي باين شعراية من شعراته.